السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، فاردي يروي اليوم الأخير لرياض محرز قبل انتقاله لنادي مانشستر سيتي. أعزائي المشاهدين فلنشاهد ما قال رياض محرز قبل انتقاله في تلك الصفقة الخيالية. أكد الدولي الإنجليزي ومهاجم ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي لأول مرة على كلام رياض محرز قبل مغادرته من نادي الفوكس، وفي صفقة تاريخية بلغت قدرها 60 مليون باوند إلى مانشستر سيتي. وحيث أكد أعزائي المشاهدين فاردي في حوار له مع قناة سكاي سبورت الإنجليزية عن أمور كثيرة ومخفية لا يعرفها الجميع، وتابع المهاجم المتألق: يوم مغادرة رياض محرز كان كابوسا لنا كلاعبين أجمعين، نحن نتفهم وضعيته ونتمنى له الأفضل في مسيرته. أعزائي المشاهدين أضاف في نفس السياق: لقد أخبرني رياض محرز بأن ليستر سيتي سيبقى قويا وهو بمثابة منزل لي، وقد وعدني عندما نفوز بأية جائزة أو بأية كأس سيكون حاضرا معنا بكل روح رياضية، إنه شخص وصديق رائع. أعزائي المشاهدين رياض محرز يعني في يوم كان في ليستر سيتي كان معزز مكرم، كل أصدقائه يحبونه يعني، وحتى التمريرات في أعزائي المشاهدين وهذا موضوع اليوم كانوا أصدقائه يعني يمررون له الكرة بدون مقابل، ليس مثل ما الحال مع مانشستر سيتي، حيث في مانشستر سيتي هنالك منافسة كبيرة على أعزائي المشاهدين أن يصبحوا لاعبين أساسيين في التشكيلة الأساسية، وهذا أعزائي المشاهدين مما جعل الكل حقود على رياض محرز. وطبعا إذا سجل رياض محرز يأخذ النجومية منهم أجمعين. المقارنة بين مكانة رياض محرز في ليستر سيتي وفي مانشستر سيتي مختلفة أعزائي المشاهدين اختلافا شاسع. طبعا في ليستر سيتي كان معزز مكرم يعني كل اللاعبين يحبونه، حتى المدرب كان يحبه وكان دائما أعزائي المشاهدين يعني أساسيا. أما في مانشستر سيتي فأنتم تعلمون الكثير من الأمور، هنالك حقد عليه وعنصرية كبيرة، وحتى أعزائي المشاهدين عندما دخل إلى مانشستر سيتي لأول مرة كل اللاعبين وقفوا ضده، وذلك من الغيرة ويعني خوفا على مكانتهم في مانشستر سيتي أن تطير على يعني على اللاعب رياض محرز. أعزائي المشاهدين هذا هو خبر اليوم، ولكن أعزائي المشاهدين قبل نهاية هذا الفيديو أود أن أشكركم على الدعم المتواصل الذي دعمتموني به سابقا. وأعزائي المشاهدين إذا أردتم أن تنشروا هذا الفيديو لدعمي فانشروه واكتبوا تم في التعليقات لأعلم من نشر هذا الفيديو ومن يريد دعمي في هذه القناة. وأعزائي المشاهدين نتمنى أن تشتركوا في قناتنا، ونتمنى أيضا أن تفعلوا زر التنبيهات لأنه مهم جدا أعزائي المشاهدين لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولنلتقي في فيديوهات جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم.